ياسر عادل هيكلمنا على النباتات البريه والتنوع البيولوجي، وبعديه دكتور عمر تمام هيكلمنا على حدائق الحيوان المفتوحه وبعض الحاجات الاخرى، وهو عنده معلومات غزيره جدا. للاسف وقتنا محدود، بس دكتور ياسر معهد بحوث الصحراء وهيكلمنا على النباتات البريه. اتفضل دكتور ياسر. طبعا انا سعيد جدا ان انا باجي اتكلم دلوقتي. اول ما اشكر بصراحه التحفيز ليا، وكوني اتكلم بعد استاذتي اللي علمتني من سنه 90 ولغايه دلوقتي، مدام تريزا اللي بديناها بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في كل ما وصلت له، لان دول الست ديت والعلم اللي اديتهولي ما كنتش قدرت ان انا اقعد مثلا معاكم في المكان ده دلوقتي. احنا هنبتدي دلوقتي هنتكلم على التنوع البيولوجي والنباتات البريه. هو الموضوع بيبقى اتمنى ان تكون الرساله هتوصل لكم بعدها انكم تحبوا الحاجات دي زي ما انا حبيتها. اول حاجه لازم نعرف ان احنا دوله الصحراء الاولى في العالم. احنا انا ساكن في مكتب مركز حقوق الصحراء، بس مصر كلها صحراء. احنا عندنا اكثر من 96% مساحتها صحراء. وبالتالي فاذا انكرنا هذه الحقيقه يبقى احنا عايشين في حته ثانيه اكيد غير مصر. اول حاجه لازم نعرفها ببساطه شديده قوي ان في حاجه اسمها نظام بيئي. هذا النظام احنا بنعيش فيه بيتسمى الايكو سيستم او النظام البيئي، بيتكون من ثلاث مجموعات رئيسيه. في مجموعه الموارد الطبيعيه، شمس، هواء، ميه، تربه، عناصر موجوده فيها. ده حاجات موجوده وثابته. يجي بعد كده ثلاث مجموعات من الكائنات بتدير وتستفيد من هذا النظام البيئي. أو مجموعة عندنا بنقول عليها مجموعة المنتجين أو البنائين، اللي هي مجموعة النباتات اللي بتاخد الطاقة الشمسية، بتاخد المية، بتاخد العناصر الغذائية وتنتج لنا المادة الخضراء. تيجي المجموعة الثانية اللي هي مجموعة المستهلكين، اللي هي من ضمنها بتبتدي بالعشبات أو الحاجات اللي بتاخد عشب، وبعدين اللحمات، وبعدين الحاجات المختلطة زي الإنسان اللي هو بياكل الاثنين مع بعض. الكائنات دي لما بتأدي دورها في الحياة بتبتدي تموت. تيجي مجموعة تانية اللي هي مجموعة معيدين التوازن أو مجموعة المحللين، اللي هي مجموعة من أنواع البكتيريا والخمائر والفطريات، تحلل كل أجساد هذه الكائنات وترجع كل حاجة لأصلها تاني. المية تطلع تتبخر أو تنزل في الأرض، العناصر بترجع للأرض تاني. وبالتالي في هذا الكون في عملية اتزان من يوم ربنا خلقه إلى يومنا هذا. القصه دي احنا بنقولها دي عشان نقول ان هذا الالتزام بيوفر لنا الغذاء، بيوفر لنا الدواء، بيوفر لنا البيئه، بيوفر لنا الثقافه اللي احنا بنعيش من خلالها. وليه قيمه فلسفيه عاليه جدا ان احنا ادركنا وجود الله، ادركنا وجود الحياه اللي احنا عايشينها. نيجي نخش في الموضوع بتاع بقى اللي هو التنوع البيولوجي. التعريف بتاعه بنقول اللي هو التنوع والتباين بين انواع الكائنات المختلفه اللي بنعيش فيها، والتفاعل بينها وبين البيئات اللي هي بتعيش فيها. أقسام التنوع البيولوجي في قسمين رئيسيين. القسم اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الغطاء النباتي، وده بيشمل الكائنات النباتية اللي هي موجودة في بيئة ما، سواء حاجات منزرعة احنا بنزرعها أو حاجات موجودة بشكل بري. وفي التنوع الحيواني، يمكن الدكتور عمر تمام هيتكلم بعد كده على الحيوانات البرية اللي موجودة، ودي تبقى موجودة يا إما حاجة بنقول عليها حيوانات مستأنسة أو مدجنة أو حيوانات برية. النباتات عندنا زي ما قلنا الكساء الخضري بيبقى فيه الحاجات المنزرعه، ودي النباتات الاقتصاديه اللي الانسان استأنسها من اصول بريه وابتدى يزرعها عشان توفر له مجموعه من الحاجات معينه زي الطعام، خضار، فاكهه، حبوب، الزيوت، الحاجات الصناعيه زي الاخشاب والزيوت والمنسوجات والاسباب، الاعلاف اللي يستخدمها في التداول وانتاج حاجات المستحضرات التجميل والنباتات الزيت. النباتات البريه تكون هي نباتات تنمو بشكل بري دون تدخل الانسان في البيئه. اهميتها هي اهميه زراعيه وعلميه وصيدلانيه، واهميه اقتصاديه توفر لنا غذاء ومصدر للطب والصناعات والتجميل. اهميه بيئيه انها بتحافظ على التوازن الطبيعي في البيئات الموجوده فيها، وبدون هذا بتتعرض البيئه لاخطار زي
التصحر زي التغيرات المناخيه مشكله كبيره جدا لو اختفت هذه النباتات. تخش في الجزء الخاص بينا كمصر اللي هي الفلورا المصريه، احنا بنقول ان في عندنا اكثر من 2100 نوع نباتي لحد دلوقتي، بتمتلك تحت 129 عائله. التعداد ده طبعا لا يشمل البكتيريا والفطريات. الانواع دي بتتباين ما بين حاجات صغيره جدا ما بنشوفها بالعين مجرد لغايه حاجات كبيره جدا زي الاشجار، وبتتنوع البيئات بتاعتها اللي تعيش فيها ما بين السهول الساحليه والوديان والسفوح والقمم الجبليه، كل منطقه ليها النباتات المميزه دي. بتتقسم ليها تقسيمات كتيره قوي على حسب طبيعه النمو بتاعتها، على حسب تقسيماتها النباتيه، على حسب تواجدها اللي هي نادره اللي هي منتشره. وده بيدي اهميه للمشروع اللي احنا بنفكر فيه، ان احنا الحاجات المهدده بالانقراض ان احنا نحاول ان احنا نحافظ عليها عشان ما تندثرش. لما نقول ان قصه الدسه دي قصه كبيره جدا، لان ربنا لم يخلق شيء عبثا، كل كائن خلق هو له دور في منظومه معينه، اذا اختفى منها هتتاثر هذه المنظومه. ابسط مثال كده هنقوله في القصه دي، ان احنا لما الانسان ابتدى يزيد الغابات خرجت الحيوانات المفترسه ابتدت تهاجمه في القرى بتاعته. لما الانسان ابتدى يصطاد الغزلان اللي هي الغذاء الطبيعي للمفترسات زي الاسود، ابتدت الاسود دي تخرج مش تعيش اكلها، تهاجم القطعان الماشيه بتاعته. فاي لعبه في الاتزان، اي اختفاء كائن بيؤثر على كائنات تانية، سواء اللي هي موجوده في العرب البيئي يا اما فوق يا اما تحت. الموطن بتاعها في حاجات منها بنقول عليها نباتات انديميك او نباتات مستوطنه، وهي نباتات لا تتواجد في اي حته في العالم غير في مصر. احنا عندنا حوالي 33 نوع مستوطن في مصر، لا يتواجد في اي حته في العالم غير في مصر. في عندنا الموقع طبعا زي ما قلنا، سواحل او صحاري او واحات او وادي النيل او سيناء بانواعها. التوبوغرافيا بتعيش فين؟ على ارتفاعات قد ايه؟ جبال او وديان او كده. نماذج هندي نماذج بقى سريعه جدا عشان نتعرف على الجبال اللي موجود حوالينا، اللي احنا لو طلعنا المناطق الصحاري نقدر نتمتع بيها. عندنا مثلا روحنا بيئات السهول الساحليه الرمليه هنشوف نباتات زي نباتات بصل العنصر، وطبعا النباتات دي اما اتعمل القرى بتاعت الساحل الشمالي ادى الى ان جزء كبير جدا من هذه النباتات تختفي عشان انشاء هذه القرى. وده نبات من النباتات النادره. نباتات تانية شوف الجبال اللي موجود عندها في نبات الرتب، وده نبات شبيرة موجود عندها في ساحل البحر المتوسط وسط وجنوب سيناء. الدمسيسة وده من النباتات الطبية اللي هي بتستخدم في المعالجة انها تعالج تقضي على قواقع البلهارسيا، وده موجود عندها في الأراضي الصينية موجودة عندنا، ونبات منتشر كويد كحشيش. وبالتالي فأي ما بشوف أو بشوف حاجة أقول لك دي حشاش مالهاش قيمة، لا، ربنا ما خلقش حاجه ملهاش قيمه، كل ما اعرفش فايدتها ده لا ما يخليش ان انا اتجسر واقول دي ملهاش قيمه، ربنا ما خلقش حاجه ملهاش قيمه. في عندنا نبات المجنان ده موجود في المناطق الجيريه، بينتشر في مناطق زي ما احنا في مصر مطروح وفي وسط سيناء، وده دي هنشوف استخدامات الحاجات دي بعد كده. في عندنا نبات المليحة او الكريستا كريتيكا، ده من النباتات العشبيه الشديده التي تنمو في الاراضي المليحية حيث لا ينمو غيرها. وهنعرف بعد كده قيمه هذه النباتات ايه. ابسط حاجه ممكن نقولها عنها ان هي اعلى تركيز من ماده فعاله اللي هي الفلافونويدز اللي بتستخدم في مقاومه الاورام والصرمات، وجد انها في هذه النباتات الملحيه. في عندنا بيئات الجبال نبات زي العرعر او نبات الجينبرس، ونبات القيمه بتاعته ان هو بيمثل بقايا الغابات الصنوبريه اللي كانت موجوده في مصر في العصور الجليديه، ونبات نادر جدا لا يتواجد في منطقتين بس في سيناء، في المنطقه بتاع جبال الحلال وفي المنطقه بتاع وادي العروسيه جنب تجيب المغاره. في بيئه الاراضي الحصويه او الركاميه عندنا نبات اللصق، وده من النباتات الجميله جدا اللي بجدها بيغطي سطوح الجبال، ودي قيمه طبيه ودي قيمه غذائيه. يمكن احنا عندنا قدامنا ايه موجود في الجزء الايمن الشكل الثمره بتاعته بتبقى عامله زي الكوسه او الخيار، اهالينا من البدو بيخللوها وبياكلوها. في المناطق اللي هي الرطبه برضك عندنا اللي فيها نسبه التربه الجيريه شويه، بتلاقي نباتات زي الادينتم اللي هو كزبره البير، وده نبات ليه قيمه طبيه برضك. في عندنا بقى حاجه كائن في منتهى الجمال ربنا خلقه اللي هي الاشنات، وده كائن سبحان الله بيجمع بين حاجتين، بيجمع بين فطر وتخلق، الاثنين بيعيشوا في معيشه تكافليه مع بعض، لو حد فيهم مات التاني يموت، فلازم الاثنين يخشوا جوا بعض ويدونا الشكل الجميل قوي اللي احنا بنشوفه. هذا النبات هو الذي يبدا الحياه في اي منطقه،
لان هو بيبتدي يحللنا الصخور الجامده دي، يبتدي يكسرها ويدوبها على الاف السنين عشان تعملها التربه الصالحه للزراعه. فبتقول هذا النبات لا يمكن ان تعمل اي تربه صالحه للزراعه، وهذا النبات احد المقاييس اللي بيقاس بيها نقاء البيئه. ولما اقول ان هو ينمو عندي بيديني سنتي كل 50 سنه في النمو بتاعه، اعرف قد ايه بقى قيمه هذا النمو. وهو موجود عندي في اهم منطقه، موجود فيها في منطقه وادي العروسيه في وسط سيناء، في عندنا تكوينات منه بيوصل تراها ل 10 سنتي و15 سنتي، يعني عمرها 500 سنه. ولما اقول المنطقه دي متهدده مثلا بعمليات المحاجر وان هو بينسفوا الجبال وكده، يعني معناها عشان اعوضها انا محتاج ما بين 300 400 سنه تاني عشان اشوف الاحجام دي تاني. في ثانيه انسب بالديناميت، ايش بقى 500 سنه عشان تعرف تجيب حاجه زي كده. في عندنا نباتات تاني، النبات اللي على الشمال ده الاوهايلي، ده نبات شديد الندره ولا يتواجد الا في جبل علم. الحاجات الجميله بقى الاشجار المزهره عندنا زي ناب الجبل وزي البابافر رويسا، من الحاجات الجمال اللي ممكن تشوفها في الصحراء، وموجود بكثره جدا هذه النباتات وشديده الانتشار في الساحل الشمالي. نباتات الابصال الجميله، في عندنا نبات الاسفودلس ميكروكاربس، نبات ما يزيدش طوله 25 سم وسهل جدا ان انا انميه. في نبات الاوريسو جالا، ده برضه من النباتات الموجوده في الساحل الشمالي، بيدي شبراخ زهري قريب شويه من الجلاديولس، في ان هو دي شبراخ. النباتات دي قيمتها العاليه قوي انها نباتات متاقلمه على بيئتها واحتياجاتها في الميه قليله جدا. ولما اقول انها داخله على كارثه ميه في العالم، ادي قدامي اهو حاجه جميله. الفنادق اللي بتتعمل في المناطق دي ليه ما تستخدمش النباتات دي؟ مش هتستورد حاجه وهتشتغل بنباتات بسيطه قوي وما تكلفوش حاجه. انواع الشجيرات المختلفه زي العرق زي الاجليب، وده نبات مصري اصيل من اسمه بالانيتس ايجيبتياكا، وحتى بالانجليزي بيسموه ايجيبشن ثور، ونبات ليه قيمه طبيه عاليه قوي وبيستخدم في علاج مرض السكري. في عندنا الاكاسيا، ده نبات اللي هو منتشر في الصحارى المصريه، ومن ضمنه الاكاسيا ارابيكا او الاكاسيا ارابيكا اللي هو الصم، واللي على الشمال الحبه الغاليه او المورينجا. وده نبات كان اول من اكتشفه واستخدمه كانوا جدودنا الخضراء المصريين في مقبره بتاعت محاربي، ده احد النبلاء اللي هو من العرق النوبي المصري، وجدنا في مقبرته انفوره او جار موجود فيها الزيت ده، وهم اول من سموه الزيت الغالي، لان هو نبات ليه قيمه غذائيه. ويمكن حاليا بنسمع كتير قوي عن المورينجا وفوائدها، ولما نعرف ان جدودنا اول من عرفوا هذه الفوائد نزعل من نفسنا قوي ان احنا قعدنا الاف السنين نسينا هذا النبات. في عندنا الانواع النخيل برضه، الفوائد اللي ممكن تقدمها لنا الكلورا، اول حاجه عندنا هنا التداوي، وده امثله علاج الجحة بنباتات معينه، علاج الصداع، علاج الامساك، علاج المغص، علاج الرعاف او نزيف الانف. الحيوانات كمان البريه، الحيوانات الموجوده ليها نصيب معانا البطاريه، الطفيلات المعويه ليها علاج، الجرب ليها علاج، التورم من الاقدام والكسور بتاعتها كغذاء ليها، ومش كغذاء ليها بس، كغذاء لينا احنا كمان. النباتات بتتاكل الاوراق والصوت بتاعتها طازجه، النباتات بتاكل الجذور بتاعتها والدرانات والابصار، النباتات بتاكل الثمار اللي قدام الطفل دوت، ده ابني، وطبعا انا مش هاكله حاجه عشان اسممه. مستمتع جدا بالنبات وبيعمل لنا اوكي، نبات في منتهى الجمال موجود اهو. جربت بقى اجرب ابني يعني. حاجات بتطبخ الورق بتاعها، حاجات بتعمل من جذورها حاجات زي الدقيق عشان يخبزوه كمشروبات. في نبات تانية مكونات الخيم، أدوات منزلية، حاجات من المناطق الملحية اللي ممكن تتزرع، أدي نبات السليكورنيا بتتزرع تسيب مية البحر وممكن يتعمل منه سلطة ويتاكل. مكافحة بعض الأمراض، يعني في عندنا اللي هو مرض الفيروس الشهير الأصفر، ليه وجدوا إن هو وجدوا جين معين خاص بمكافحة هذا، بيتوفر لنا كمان إن إحنا بعالج الأمراض نبات من الطبيعة دي. تثبيت الكثبان الأرضية بتبقى مشكلة كبيرة قوي. بالتالي استخدام الجمال ده في كنباتات زينة، منها يمكن اتكلمنا قبل كده، بتمثل يبقى الحاجات البرية دي هي ثروة عندي. الهدف إن أنا أحافظ عليها عن طريق استخدامها عشان ما تندثرش، وده بيحقق لي موضوع التنمية المستدامة. إحنا في مصر قصص نجاح كتير قوي زي المحميات الطبيعية واتكلمنا عليها قبل كده. زي المصدر مصر التصحر، زي بنوك الجينات المصرية الموجودة متعددة. في مخاطر كبيرة بتواجه هذه
الحاجات المخاطر اللي دخل الانسان بيها زي التغيرات المناخيه وزي الكوارث الطبيعيه، الانشطه البشريه غير مدروسه. وعشان كده بنقول ان بدايه الشغل بتاعنا بيتعمل دراسه تقييم اثر بيئي للحديقه دي هتعمل ايه في المنطقه، عشان لو في مشاكل ارعيها، لو في نباتات نادره موجوده في المنطقه نحاول ان انا احافظ عليها واكثرها. الانشطه البشريه بره تدمير النوع الطبيعي، ازاله الكساء الخضر الموجود ده، الرعي الدائر، الزراعات المكثفه اللي انا ما برعيش فيها كميه الميه المخزونه عندي وبزع وخلاص، والاجيال القادمه بعد كده تروح في 60 ده مش مشكله عندي. الانشاءات اللي من هذه المنطقه عشان ابني فيها بدون مراعاه النباتات اللي ممكن تكون موجوده، الصناعات زي ما حاجه زي قلنا النسف اللي بيتم، اماكن التلوث نتيجه المصانع، الاستخدام الزائد عن الحد للمصادر الوراثيه، مجمع نبات، عارف النبات مثلا زي نبات الجعده ثمن الكيلو 100 جنيه اروح الم منه ويختفي النبات من الطبيعه، لا. الانواع الغازيه اللي بتجي من بره ومفيش اعداء حيويه ممكن تدمر لي البيئه. كل ده بيعمل لي خلل في الاتزان البيئي، ممكن يدمر المكان بالكامل او العالم بتاعنا. التوصيات بتاعتنا بساطه جدا قوي، اللي هي التوعيه باهميه دور النباتات البريه في الحفاظ على الاتزان والنظام البيئي، التوعيه بالفوائد الحاليه والمستقبليه للنباتات دي، التنميه المستدامه للمصادر دي، الاستفاده من تجارب الدول اللي سبقتنا في هذا الموضوع، ان انا اخفض الضغوط اللي موجوده عندي اللي تؤدي لاستنزاف الموارد دي، ان انا اعمل انشاء كائن تحت انا مجتمعين بشكل النهارده يكون بمثابه مركز لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الحياه البريه وتدريب الكوادر البشريه. كلمه الكوادر البشريه ممكن نخليها كل الكوادر المجتمعيه، لازم المجتمع كله يحس ان هو الكلام ده معمول ليه هو شخصيا، وده هيبتدي ان هو يتبنى فكره هذا المشروع من خلال ان انا بنتهي باسلوب بسيط قوي، ان انا بحافظ على حاجه من خلال استخدمها استخدام امثل. ارجو ان ده البعض مراجعه للحاجات اللي جبناها منين، وبشكركم على تحت التوفيق. السر عاملين عن الشكر حضرتك، وبعد المداخلة الأخيرة دي هيبقى في أي أسئلة إن شاء الله. دلوقتي عندنا دكتور عمر تمام، احنا سعداء إن احنا نسمع كلمة صغيرة منه عن حدائق الحيوان، وبالذات لو أمكن تكون حدائق الحيوان مفتوحة، وهو عنده خبرة كبيرة قوي بهذا الموضوع. تفضل دكتور عمر.